أنغام القبيز تصدح لحنا متواصلا فوق سهوب بشكيريا منذ قرون غابرة، وهذه القيثارة الشفوية ترافق قبائل البشكير في استقرارهم وترحالهم. لكن البشكير غدوا اليوم جمهورية ذات سيادة وبحبوحة عيش بفضل نعم الله عليهم من ثروات المعادن والطبيعة. بيوت الشعر ومحتوياتها باتت اليوم شاهدا على تراثهم وثقافتهم. تنحدر أصول البشكير من قبائل البدو الرحل، لذا كان لابد أن تكون بيوتهم سهلة التفكيك والتجميع. يرتى بيوت الشعر التقليدية للبشكير وبعض الأقوام الأخرى كالقرغيز والمغول. الصناعات الحرفية المتوارثة عن الآباء والأجداد تجلب السياح لما فيها من إبداع وجمالية وأصالة. اشتهر البشكير منذ مئات السنين بصناعة السيوف والخناجر، وقد منح حدادو مدينة زلات أوست ترخيصا لصب السيوف للبلاط ولكبار ضباط الجيش القيصري، وكهدايا تقدم للأمراء والملوك والأجانب. العسل البشكيري من أبرز بطاقات التعريف بهذه الديار، فقد اشتهرت به قبل اكتشاف النفط هنا بقرون. في العقدين الأخيرين استرجعنا تقاليد إنتاج العسل البشكيري التي فقدناه في العهد السوفيتي. أيام روسيا القيصرية كان العسل البشكيري معروفا في كل أرجاء العالم. البطل القومي البشكيري صلوات يولاي ينشد في إحدى قصائده: إذا غنى البلبل في ربوعك يا بلادي لاصطفت الجبال في العلاء، وإذا دوى صوت المؤذن تذرعا لله لانفطرت السماء. العسل والنفط سمتان مميزتان لبشكيريا التي تعتبر أكبر جمهورية إسلامية في الاتحاد الروسي. عسلها يعد الأفضل في العالم ويصدر إلى أكثر من 100 بلد، أما مشتقاتها النفطية فهي الأكثر رواجاً في روسيا ودول الجوار. سلام العبيدي من أوفا عاصمة بشكيريا، الميادين.